نعم حازم، يعني بعد أكثر من ساعة على عمل الأطقم الطبية في نقل المصابين من أماكن الاستهداف والتي كانت في حي الشيخ رضوان، والاستهداف كان في الآن نستمع إلى صوت جديد من الإسعاف وهي تصل إلى المكان، ويبدو أن هناك جديدة في استهداف إسرائيلي جديد. أنك تابع والجميع، هذه الغارات الإسرائيلية لم تتوقف لليوم الرابع على التوالي، الآن اليوم الرابع الليل تابعت المغارات الاحتلال الإسرائيلي في ظل انقطاع التيار الكهربائي. نعم، إذن قصف إسرائيلي عنيف الآن على غزة. محمد نتابعه في هذه الصور وهذه المشاهد المباشرة التي نبثها الآن. ودعني أذكر فقط محمد، سأعود لك خلال ثواني فقط، هناك استهداف آلية إسرائيلية بصاروخي كورنيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية، يعني الاستهداف جاء نتيجة للتوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل. سنكون معكم مشاهدينا في متابعة بعد قليل مع مراسلتنا كلودي أبي حنة وأيضا إيمان جبور من الجليل الغربي في حال تمكننا من التواصل معهما. أذهب لك محمد، تفضل أكمل. نعم، يعني نتحدث حازم عن هذا المشهد الذي بات دائم في مجمع الشفاء الطبي، تتوالى وصول سيارات الإسعاف المحملة بالمصابين وأيضا المحملة بالأطفال بالنساء ممن يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم، وكأن قد اقتصر بنك الأهداف للاحتلال. نعم، في هذه الأوقات والتي يحاول أن يروج غير ذلك، إذن هو استهداف لا نعلم حتى هذه اللحظة أي من أين هذه الإصابات قد جاءوا بها سائقي الإسعاف، ولكن هذه السيارة الثانية التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي وهي محملة بالمصابين. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت محمد، يتقطع قليلا. نتابع معك ومع المشاهدين الآن هذه الصور المباشرة وميض القصف، رشقات صاروخية إذن الآن تخرج من قطاع غزة تجاه إسرائيل في هذه اللحظات، الساعة السابعة الآن بالتوقيت المحلي، رشقات صاروخية تخرج من قطاع غزة، دفعة جديدة من الصواريخ إذن نتابعها معكم على الهواء مباشرة. قصف إسرائيلي في ذات اللحظة يتزامن مع إطلاق هذه الرشقات الصاروخية تجاه إسرائيل. إذن هذا المشهد، مشهد الحرب، مشهد الدمار، تتواصل الرشقات الصاروخية. نتابع معكم، القبة الحديدية تحاول اعتراض هذه الصواريخ مجددا، صافرات الإنذار تدوي في عسقلان، إذن صافرات الإنذار تدوي مجددا في عسقلان في هذه اللحظات. نعم، إذن قصف إسرائيلي متزامن مع هذه الرشقات الصاروخية التي تخرج من قطاع غزة، هذه تطورات جديدة، التركيز على مدينة عسقلان وقبلها تل أبيب. الآن نتابع معكم الجبهة الشمالية وما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، معنا إيمان جبور. إيمان، ماذا تقول إسرائيل عما يجري في الشمال؟
نعم، الآن قبل دقائق وصلنا بأن جيش الاحتلال قصف بطائرة برج مراقبة آخر تابع لحزب الله، وكان قد ذكر أيضا الجيش الإسرائيلي سابقا أنه قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله. إذن هنالك تصعيد على الجبهة الشمالية، بدأ هذا التصعيد قبل نحو ساعة ونصف من الآن مع إطلاق 15 قذائف صاروخية، أو على الأقل هذا ما أعلنت إسرائيل أنها رصدته. إطلاق 15 قذائف صاروخية، 4 منها كانت قد اعترضت من قبل الدفاعات الجوية، وسقط الباقي في أماكن مفتوحة. كنا قد رأينا وسمعنا القصف الإسرائيلي، استمر هذا القصف. بعد ذلك أبلغ جيش الاحتلال بأنه قصف 3 مواقع لحزب الله، بالإضافة إلى قصف مدفعي لبعض المواقع الأخرى في مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، والآن أيضا قصف عبر طائرة مروحية موقع آخر تابع لحزب الله. طبعا هذه مواجهة مباشرة مع حزب الله، ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد أكبر خلال الساعات القادمة. أيضا كان هنالك إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان نحو إسرائيل، فهمنا بأنه أصاب مركبة عسكرية إسرائيلية. إذن مواجهة مباشرة مع حزب الله مرتقبة، وهناك خشية من دخول هذه الجبهة على الخط. ابقي معنا إيمان جبور. أذهب إلى كلودي أبي حنة من جنوب لبنان. كلودي، ماذا ترصدين لنا من مواقف لحزب الله؟ هل هناك تصريحات جديدة؟ والقصف استهدف برجين للمراقبة تابعين لحزب الله. أولا على الصعيد الميداني هناك جبهتان هذه الليلة، الجبهة الأولى في القطاع الغربي حيث تم إطلاق صواريخ من مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، وردت إسرائيل بقصف مدفعي للبلدات المحيطة، أيضا بقصف مدفعي طال مناطق مفتوحة. ولكن يبدو أن الصواريخ التي أطلقت بحسب المعلومات التي لدينا، ومن بينها صاروخ موجه كورنيت، أصاب آلية إسرائيلية قبالة منطقة مارون الرأس. هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني هنا في القطاع الشرقي على مقربة من هنا في منطقة مزارع شبعة، إسرائيل تستهدف بقصف مركز مناطق في مزارع شبعة وبسترة وسهل الماري، وذلك بقذائف فوسفورية، وأدى ذلك إلى اندلاع حرائق في هذه المنطقة الحرجية. لماذا؟ هل إن هذا القصف هو لمراكز مراقبة تابعة لحزب الله؟ سوف نتأكد. يبدو أن هناك دفعة جديدة من الصواريخ الآن تخرج